فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، قلنا حسن الأدب مع الله جل في علاه عند حسن التعرف على أسمائه الحسنى وصفاته العلى، ولن يكون المرء عابدا حقا اكتمل عنده أركان العبادة أو العبودية من كمال الذلة مع كمال المحبة لله جل في علاه إلا بعد أن يحسن التعرف على الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وقلنا بأن صفات الله جل في علاه على أقسام ثلاثة: صفات ثبوتية، ومعنى ثبوتية ثبتت لله بالكتاب والسنة، توقيف، لأن صفات الله جل في علاه لا تكون إلا توقيفية، ولا تقف ما ليس لك به علم. الغيب هو أن يأتيك النص عليه، وقال الله تعالى مبينا فضل المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب، كما قال يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فالإيمان بالغيب ركن من أركان الإيمان. معنا اتصال. السلام عليكم أستاذ محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله أستاذ محمد. جزاك الله خير وبركاته. يا رب يرضى عنك حبيبي، تفضل. الله يعزك بارك فيك. الشيخ، من نسي آية من سورة الفاتحة في الصلاة فما حكم صلاة؟ يعني هل يلزم وقت الصلاة كاملة ولا يعني يكفي؟ العهد قريب أم بعيد؟ لا، هو تذكر بعد أن سلم، يعني تذكر بعد أن خرج من الصلاة. طيب، ممتاز. السؤال الثاني، بارك الله فيك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم يعني أن يضحي فإذا هل هلال عشر من ذي الحجة فيمسك عن شعره وعن ظفره، يعني هذا الأمر للوجوب ولا للاستحباب؟ حاضر إن شاء الله. الله تحت أمرك حبيبي، تحت أمرك، أحسن الله. مع الأستاذة فاطمة. السلام عليكم. عليكم السلام. تحت أمرك، تفضلي. حضرتك، هو الصور اللي متعلقة في أخورة في النوم شخصيات كرتونية ينفع يعني؟ طيب ماشي، إن شاء الله تأتيكي الإجابة، أحسن الله إليك. قلنا صفات توقيفية يعني لابد لها من الدليل، من النص، من الكتاب، ثبتت لله بالنص. وصفات سلبية هي الصفات التي نفاها الله عن نفسه بالنص أيضا، يعني معنى ذلك ليس لك أن تثبت لله صفة أو تنفيها عن الله جل في علاه إلا بدليل. يعني لو واحد جاءك وقال لك هل لله ساق، لا تثبت ولا تنفي، لا تثبت ولا تنفي إلا بدليل، هذا غيب. لو قلت لا ويكون لقد أثبت لنفسي ساقا، أنت تجنيت على نفسي، أجنيت، جا 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 قد تقدمت بين يدي الله ورسوله ووقعت في الجناية على نفسك. إن قلت نعم أيضا إن لم يكن لك دليل قد جنيت على نفسك، لأنك تتكلم عن الله، والله قد حذر لك من الكلام عليه إلا بدليل. قال ولا تقف ما ليس لك به علم، قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. مع اتصال آخر. السلام عليكم الأستاذ حازم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم الشيخ، ازيك؟ تحت أمرك يا حبيبي.
الله يكرمك. كنت عايز اسال بس سؤال في معرض سيارات كنت اتعامل معاه اشتري منه سياره بالقسط، بس هي مش عربيته يعني، هي عربيه ناس بيعرضوا عنده العربيات يعني. في حاله ان انا هشتريها منه هو وياخد نسبه سمسار يعني سمسره، او ازاي يعني ياخد نسبه؟ يعني انت هتشتريها من زيد والدفع يكون له هو؟ نعم. لا الدفع يكون لصاحبها. يعني هو الان عرض السياره عنده كمعرض سيارات، فانت جئت قلت اعجبتني السياره، طيب فاجلسك مع صاحبها تمام، وبعدين حصل الاجابه والقبول، انت هو قال ب 100,000 تقسيطا، انت قلت له قبلت، فهيبقى بينك وبينه الشيكات او الاوراق المقدمه على اساس تعطي كل نجم بماله، وهو ياخذ سمسره بالظبط كده. وسمسره معلومه ثانية. وسمسره معلومه بالزبط. لا مش معلومه. كيف مش معلومه؟ هو هياخدها من النسبه يعني، هياخد فلوس. هو ممكن تكون معلومه بالنسبه للراجل الثاني، الطرف السياره صاحب السياره تمام. يعني هو هياخد منك ولا منه؟ منه هو يعني، مش منك انت. وهياخد السمسره منه معلومه. طيب ان شاء الله. هذه الصورة كما صورتها لك، دي الصورة الأولى صح يا أستاذ حازم؟ الصورة الثانية بالظبط، الصورة الثانية إن هو هياخدها يعني هيدفع ثمنها هو كاش لصاحبها وبعدين يبيعها لي أنا. طب يا اسمعني، يعني لن يبيعها لك حتى يدفع ثمنها لصاحبها وهي عنده. بس أنا مش متأكد بقى هو اشتراها يعني دفع فلوسها فعلا ولا لأ. طيب انا الان ساجيبك عن الصورتين ان شاء الله. شكرا. احسن الله عليك. ام محمود السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ محمد، كيف حالك يا شيخ محمد؟ الله يرضى عنك ويتفضل عليك برضوانه. الله يشفيك ويعافيك يا رب. امين. لو سمحت يا شيخ محمد انا لي سؤال يعني. ليك سؤالين. اول سؤال انا عايزك تكلمنا على فضل ايام العشر ايام بتعود ايام بذو الحجي. حاضر. ثاني سؤال، انا معايا اختي حامل فتعبانه في جوي. فبتصلي وهي حتى المصلية على حجره، فهل يجوز لحظة صلاتي؟ هي حامل وتصلي ايش؟ تصلي وهي قاعدة على الكرسي وحتى المصلية على حجره. طيب ما بتقدرش تميل، تكون جاي لها ما تميليش. حاضر الله يرفع عنك. عيوني لحضرتك، ربنا يبارك فيك يا رب. الله يرفع عنك يا شيخ محمد، جزاكم الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقلنا ثبتت الصفات بالكتاب، تنتفي بالكتاب أو بالسنة طبعا. فبينا أن هناك قسم آخر من الصفات وسط بين القسمين الثبوتية والسلبية المنفية، هي ثبوتية من وجه، منفية من وجه، سلبية من وجه. لابد أن ألفت الانتباه تذكيرا لما مضى أن الصفات الثبوتية كمال، وأن الأصل أن الله تعالى لا يوصف إلا بالكمال. الأصل أن الله تعالى لا يوصف إلا بالكمال. والصفات المنفية عن الله لأنها نقص، والله لا يوصف إلا بالكمال. والصفات الثبوتية من وجه، المنفية من وجه، كالاستهزاء، كالكيد، كالمكر كما قلنا، هذه أيضا تكون ثبوتية من وجه، منفية من وجه. عند الثبوتية تكون كمال، عندما تكون كمالا يتصف الله بها، لأن الله له الكمال، ولله المثل الأعلى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وإن كانت سلبية ننفيها عن الله جل في علاه. قبل أن أدخل في هذا الباب بضرب الأمثلة، أولا هناك أداب عند إثبات الصفة أو عند نفي الصفة. الصفات السلبية المنفية عن الله جل في علاه، وأذكر المشاهدين الكرام بأنني قلت أن المسألة يعني قد تعرفها وأنت تقرأ القرآن وتتدبر الآيات، مهم جدا وأنت تقرأ تتدبر. نعم هذه صفة أثبتها الله لنفسي، يد الله فوق أيديهم، هذه صفة ثبوتية أثبتها الله لنفسي بالكتاب. قال الله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه صفة منفية. ليه؟ أداة النفي قبلها سبقت ما أو لا كما بينا قبل ذلك. هناك أداب تأدب بها السلف، وهذه نحن نتعلمها من السلف، لأننا قلنا بأننا لا نستطيع أن نصف الله إلا بما وصف به نفسه، ولا نستطيع أن ننفع عن الله إلا بما نفع عن نفسه سبحانه وجل. لا نتحرك إلا بما بإشراقة شمس المتقدمين، العلم في المتقدمين لا في المتأخرين. بحال من قال العلم في المتأخرين هذا جهل، جهل مركب. يأبى الله عليه بما قرره في الكتاب، ويأبى النبي عليه بما سطره في السنة. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. من الأداب التي وجدناها عن سلفنا الصالح عند الصفات السلبية أنهم لا يذكرون الصفات هذه إلا إجمالا، إجمالا لا تفصيلا،
هذه صفات نقص، فلا صح أن تقول وإن ربنا لا يوصف استغفر. يعني أنا سأضرب مثلا أفضل لي أدبا مع الله جل في علاه، كما قال الطحاوي وغيره، أن تدخل على ملك ولي أمرك وسلطانك الذي تحترمه وتبجله وتسمع له وتطيع فيما 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 أمر بطاعة الله جل في علاه. ما اتصال تاني. السلام عليكم أم كريم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. تحت أمرك، تفضلي. الأمر لله وحده، الله يخليه. أيوة أنا مطلقة، يعني ما يعني مطلقة. علي علي صوت حضرتك بعض الشيء. أنا مطلقة يعني مع ولد وبنت. نعم. وبعد كده يعني بتعبين يعني بالأرسال وكده، ويعني أنا مش راضية. يعني بيتقدم لك خطاب وأنت غير راضية. نعم. يتقدم الخطاب لك وأنت غير راضية. لا أحسن يعني نعم. ما زالت معي؟ طيب معي أمة الله. يعني السؤال معوري في السؤال السابق. السلام عليكم. عليكم السلام وكاته. فضلت الشيخ لو سمحت، أنا سمعت قبل كده فتوى للشيخ ابن العثيمين بيقول إن كريم التفتيح الدائم تفتيح البشرة ده لا يجوز، انما التفتيح اللي هو وقتي دوت وبعدين بيتشال يجوز. بس طب في كريمات بيذاعنها في القنوات الدينيه، هل دي الواحد يستعملها ولا لا؟ لان دي مش وقتيه، دي كريم تفتيح دائم. يعني هل كريم التفتيح اللي بيذاع عنه دائم؟ انا ما اعرف عامه. انت اولا انا اشكر فضلك في امر انك ذكرتي نجما عاليا في السماء وهو مبجل مجدد من مجددي هذه الامه، فضيلة الشيخ صالح بن عثيمين. أسأل ربي هو والشيخ ابن باز والشيخ الألباني وأمثال هؤلاء من العلماء أن يكونوا مع النبي في الفردوس الأعلى، وتبجيل أيوة. العلماء ديننا دين الله به. هو أفتى بذلك. سأبين أيوة لك مأخذ الفتوى إن شاء الله. لكن بالنسبة لمسألة الإعلانات في القنوات أنها تأتي بكلمات هي تفتيح دائم، أنا ما أعرف. لو كان سأبين لك الإجابة إن شاء الله. معي رضا. أيوة عم الشيخ. أتفضل حبيبي. ثانية واحدة بس أقول لوالدتي كان بتقول على سؤال كده أسأله لك. طب اتفضل يا أستاذ، أنا أراهن إشارتك وأراهن إشارة الوالدة. إيه الوالدة؟ نعم. بقول لك يا عم الشيخ. تفضل. ما والدتي بترضع وسيدي أبي وقع عشان تنفع تصوم. بترضع؟ وسيدي أبي وقع عشان تنفع تصوم. هل هي تستطيع تصوم ولا لا؟ ايه؟ تستطيع لها القدرة على الصيام ولا لا؟ ايه تقدر تصوم يعني. تستطيع؟ ايه. طيب حاضر، تأتيك الإجابة إن شاء الله. أم أحمد السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تحت أمرك. أنا عايز أسأل سؤال. وأنا طوع بنانك، اتفضلي. أنا بصلي أنا وقاعدة عشان لما يعني أنا جسمي جامد، ولما بصلي أنا وقاعدة في الأرض بتعب من الصلاة في القاعدة على الأرض، فبصلي أنا وقاعدة على كرسي، هل ده ينفع ولا ما ينفعش؟ أنت ليه ما تصلين قاعدة؟ ما تستطيعين القيام؟ بوقف بصلي أنا واقفة، بس بصلي بعد كده بوقف. لكن عند الركوع بتجلسي على الكرسي، وعند السجود تومئي أيضا. وبعد كده بسجود على كرسي على الكرسي. طيب طيب إن شاء الله تأتيك الإجابة بإذن الله. السؤال الثاني زي بعض. ما هو؟ السؤال الثاني اني لو انا مثلا اتكلمت على امام حضرتك، انا سمعتك قبل كده بتقول ان لا يجوز ان الواحد يتكلم على امام. تقصدين عالم؟ انا لو عالم ولو انا مثلا قلت ان هو انا شايف ان هو يعني بيكيل بمكيالين، هل انا ربنا يجازيني على الكلام ده ولا لا؟ والله يجازيكي يعني جزاء لا يعلم به الا الله. نعم. حتى لو انت شايفاه كده اتصلي عليه وقولي له يا استاذي انا اراك تكيل بمكيالين، لكن الادب تقولين انت قلت كذا وقلت كذا وهذا الكلام متعارض، فهمني ليه ما تقول بهذا، يعني كذا هذا الافضل. لانه لو كان بيكيل بمكيالين حقا هترديه عن كده، ولو كان باطلا هذه مصيبه كبرى. اعراض العلماء والله نار، حفره نار ليست بالهينه. طب انا لو استغفرت له يعني لو استغفرت سأبين لك ماذا تفعلين ان شاء الله. ولا نعمة سؤالك هذا، ولا نعمة ما تفعلين انت. الله يرضى عنك يا رب ويرضى عن امثالك. طيب جزاكم الله خير، ساتيك الاجابه ان شاء الله.
مع اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الله يرضى عنك. الله يخليك. انا في واحدة ست كانت غلبانة، كنت بساعدها بقالي 7-8 سنين كده، على اساس انها غلبانة وارملة وعندها 3 بنات وكده يعني. اكتشفت بس من يومين انها هي بتشتغل عند واحد بيبيع، محل بيبيع فراخ. اكتشفت انها مراته وانها عندها ابن كبير راجل وهم مش محتاجين. حلفتها على المصحف، حلفت على المصحف كاذب. وبعد كده عرفت من جوزها ان هي فعلا ده جوزها وعندها ولد وكده، وكل كلامها طلع كذب يعني. فأنا يعني قلت لاخواتي، انا كنت بجيب لها مساعدات من اخواتي وكده، قالوا احنا مش هنساعدها. فهل انا برضو اوقف مساعدتها ولا ايه موقف منها يعني؟ انت تأكدت انها لا تحتاج؟ اتأكدت انها جوزها عنده محل بيبيع فراخ. لا، دعيكي من الكذب. تأكدت انها لا تحتاج؟ قد يكون محل الفراخ والدجاج ولا اكفيها، قد يكون اعواز البيت شديد وهم غارقون في الديون فبتاخذ سد الدين قد وقد. لا لا لا، ما عندهمش ديون ولا حاجه. انا اضرب لك مثلا انت تاكدتي انهم لا يحتاجون؟ انا ما تاكدتش بقى، اتاكدت انها بتكذب. والناس حواليها اللي في المحلات اللي حواليهم كلهم بيقولوا لي انها دي مراته وانها عندها ولد كبير. ممتاز. اسمعيني خلاص، نناحي الكذب جانبا سنتكلم عنه. الآن هي تحتاج ولا ما تحتاج؟ هذا سؤال مباشر. أنا ما أعرفش يعني، لازم أتأكد إنها مش محتاجة فعلا. طبعا، لأنها ممكن تكون الحاجة والإعواز هي التي حملتها على الكذب لتأخذ. أنا هتأكد منين إذا كان كل كلامها كذب هي؟ تأكدي من جيرانها. قولي له كيف تعيش؟ هل هي عندها الكفاية أم لا ليست مكتفية؟ فاهمة؟ الجيران أعلم الناس بها. ماشي. ستأتيك الإجابة إن شاء الله. أحسن الله عليك. أحسن الله عليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة وبركاته. طيب أنا أبدأ أجيب، ولو في اتصالات إن شاء الله نجيب عليها تباعا، وإذا كان في وقت للمقدمة سنتكلم عنها بإذن الله تعالى. عندنا الأستاذ محمد قال بسؤال: من نسي السؤال، من نسي آية من سورة الفاتحة في الركعة التي يصليها؟ الفاتحة، الصلاة لا تصح من غير الفاتحة، الصلاة لا تصح من غير الفاتحة. هذا 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 عندنا إمام مأموم منفرد، فالإمام والمنفرد على اتفاق الصلاة لا تصح من غير الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة من لم يقرأ بأم الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طبعا هو يقول يرون مسألة الإمام، قراءة الإمام قراءة المأموم في الجهرية الشافعية الحنابلة والمالكية خلافة الشافعية، والأحناف يقولون سرية أو جهرية الإمام يحمل القراءة عن المأموم. لكن نقول الحق في هذا الباب حتى أبين مناط السؤال: الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وإن كان الأحناف يرون أنها واجبة، لكن ليش؟ لأنهم يقولون التسبيح يغني عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لكن الصحيح أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بغير الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج خداج خداج، ناقصها نقصان يؤثر في أصل الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يقرأ بأم الكتاب بفاتحة الكتاب فلا صلاة له. وهنا أن النفي ينصب على أصل الصلاة لا على الوجود، لأنه صلى قام وقعد وركع وسجد، يبقى على صحة الصلاة، يبقى مع ذلك لا صلاة له، لا صلاة له صحيحة. ونسيان آية من الفاتحة كترك الفاتحة، لأنه الفاتحة تكون بالسبع آيات، فإذا نسي آية لم تصح هذه الركعة التي لم يقرأ فيها الفاتحة، لأنه نسي آية كأنه نسي الفاتحة كاملة، يبقى هذه الركعة لا تصح. إن طال الفصل لو سلم وتذكر أنه لم يقرأ آية في هذه الركعة، يجعل الركعات تنزل تسد مسدها. لو في الأولى يبقى الثانية تترحل تكون هي الأولى، والثالثة تكون هي الثانية، والرابعة تكون الثالثة، يبقى يبقى له الرابعة الأخيرة، يقوم ويكبر ويقرأ الفاتحة ويركع ويرفع ويسجد سجدتين، ثم بعد الصلاة بعد ما ينتهي من التشهد يسلم، لأن هذه يعني هذه تعتبر فيها زيادة في الصلاة، مع أنها
الهيئة نقصان، لأنه سلم يعتبر سلم بنقصان ركعة، بنقصان ركعة، لكن في الحقيقة أنه زاد سلاما، لأنه المفروض ما زال في صلاة يبقى له ركعة، لأن الركعة الأولى لم تحسب، فيسلم ثم يسجد سجدتين سهو بعد السلام، هذا الراجح. وإن سلم على قول الشافعية لو سجد سجدتين سهو قبل السلام صح له ذلك، صح له ذلك، يأتي بركعة. لكن لو طال الفصل انتهى لابد أن يعيد الصلاة كليتها. حديث إذا أراد أحدكم أن يضحي، إذا دخل عشر أراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره. جماهير أهل العلم يرون بأن هذا على الاستحباب وليس على الوجوب، لأن هذا على الاستحباب وليس على الوجوب. طيب ما الصارف؟ إذ الأصل أصوليا أن ظاهر الأمر الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه، وإن كان الظاهرية يرون بوجوب أو بحرمة الأخذ من الأظافر أو من الشعر، وهو قول قوي قال فيه بعض وجوه المذاهب، لكن الصحيح أنها على السنية على الاستحباب وليست على الوجوب. وش الصارف؟ الصارف إذا أراد، ففيها الاختيار هنا، إذا أراد. فإذا كان أصل الأضحية التي قال فإذا أراد أن يضحي جعل أصل الأضحية مستحبة، فيكون التابع لها، التابع فيكون التابع لها من الاستحباب من باب أولى، فيكون هنا الأخذ من الشعر أو الإظفار المنع منه على الاستحباب ليس على الوجوب، المنع منه على الاستحباب ليس على الوجوب، فمن أخذ فقد خالف الأولى وخالف المستحب، لكن لا يقع في الحرمة. وإن كان بعض العلماء قال بالحرمة، لكن كما قلت لكم أصل الأضحية على الاستحباب ليست على الوجوب. إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي جعلها الاختيار، وهنا ده تابع، هذا الحكم تابع لهذا التأصيل، فإن كان الأصل مستحب فالتابع له من باب أولى أن يكون مستحبا ويكون صارفا لقولي فلا يأخذن من التحريم إلى الكراهة، وإن كان الأمر فيكون الصارف من الأمر الوجوب إلى الاستحباب. عندي اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. أم أحمد. شيخ. الله يرضى عنك. أيوة. أم أحمد لو سمحت يا شيخ عندي كم سؤال. تحت أمرك تفضلي. الله يخليك. زيارة القبور في أي وقت ولا لازم الخميس والجمعة؟ ده سؤال. السؤال الثاني، عندي ابن متوفي رحمة الله عليه، توفي الله أمين يا رب العالمين. توفي. ببكي عليه الشيخ كتير، بطلع حكت وطلع لعبه، هل ده قلة صبر مني؟ حاضر. وادعي لي بالصبر. الله يرضى عليك يا رب. يا رب يخلف عليك خيرا، ويا رب يكون سلفا وفرة لك إلى الجنة، ونسأل الله جل وعلا أن يحفظك وأن يحفظ خيرك. عندي الأستاذ عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا، ازي حضرتك؟ ربنا يرضى عنك يا حبيبي، بارك الله فيكم. تحت امرك. سؤالين فضلت حضرتك، يعني تسال سؤالين اتفضل. ان شاء الله. حضرتك، حكم اطلاق اللحيه في الامر الوجوب مطلقا ولا غير مطلق؟ حاضر. السؤال الثاني، الرد على الاشعريه في حكم نزول الله عز وجل في النصف الاخير من الليل، يقولون لو كان في مكان اخر الليل يكون بالنهار والنهار يكون بالليل. جزاكم الله خيرا. حاضر الله. حاضر حبيبي. معي الاستاذ محمود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. استاذ محمود، ازيك يا فضيله الشيخ؟ تشرفت بحضرتك، تفضل. الله يكرمك. بقول لحضرتك يا شيخ، ايه حكم الدين في تعليق الصور الشخصيه؟ يعني انا شغال في الشرم متغرب، يعني بنزل كل شهر 10 ايام، فوقد الصوره بتاعت ابويا وامي اللي هم في الكعبه، كانوا ربنا وفقهم للحج ان شاء الله باذن ربنا، فمعلق الصوره بتاعت ابويا وامي معايا كده، فممكن كل يوم الصبح كده صباح الخير يا حد، صباح الخير يا حد، فدي حرام؟ انا بعمل كده حرام؟ يا رب يجعلك برا بهما يا رب. جزاك الله خير يا استاذ محمود، تاتيك الاجابه ابشر خيرا. اللهم امين يا رب. الله فتح عليك الشين. الله كريم. امين امين، واغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. تفضل. السلام عليكم. طيب فاطمه تقول له الصور المتعلقه في غرفه النوم، هو الصور، اولا تعليق الصور لا يجوز قولا واحدا، تعليق الصور لا يجوز قولا واحدا. مشى النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل، فدخل النبي وكان يتوقع أن يدخل معه جبريل كما في السنن، فلم يدخل، فقال له يا رسول الله لما لم تدخل؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل لما لم تدخل؟ قال له في البيت جرو، أجلكم الله، اللي هو صغير الكلب، في البيت جرو، وفي البيت تمثال، وفي البيت صورة معلقة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا اعمد إلى الصورة فاطمسها، وطمس الصورة وطمس الوجه، يعني هي الصورة كلها الرأس،
طمس الرأس، قال فاطمسها واعمد إلى الجرو اللي هو صغير الكلب، أجركم أجلكم الله فأخرجه نجس، لأن الملكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. قال واعمد إلى التمثال، هذا أعظم من الصورة نكرانا، هذا أعظم من الصورة. النحت هو الذي جاء فيه لعن الله المصورين، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون في هذا. فقال فاكسر رأسه فاجعله كالشجرة، فاكسر رأسه فاجعله، ولأن الرواية جاءت أن الصورة هي الرأس، فاكسر رأسه فاجعله كالشجرة. التعليق الصور إذا قولا واحدا لا يجوز، ولأن تعليق الصور وسيلة إلى الغلو فيها، إلى الغلو فيها، قد تعرض من دون الله، ما أحد يتعجب ولا أحد يقول ماذا الرجل هذا جاءنا من بعيد من الصحراء، لا أشلى من الصحراء، هذا من العلم. وهذا سيحدث والله ثم والله وبالله وتالله لا تقوم الساعة حتى يطوف النساء حول صنم يعبدونه من دون الله. قال وهذا ليس بقولي، أنا أقول يقينا لقول النبي غيب، لا تقوم الساعة حتى تدور أليات النساء دوس بذي الخلصة، صنم يعبد من دون الله، كان هذا الصنم يعبد من دون الله تعالى في الجاهلية. فهذا سبيل الغلو، والغلو مهلكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الشرك الذي حدث في قوم نوط كان بالغلو، صوروا التصاوير لود وسواع ويغوث ونسرة، وكانوا يقولون نجتهد كما كانوا يجتهدون في العبادة. تباعد الزمان وتقاعد العلم واندثر، عبدوهم من دون الله جل في علا، عبدوهم من دون الله جل في علا. جاءتنا الشريعة الغراء بحسم المادة وقطع الذريعة، بأننا نقول كل وسيلة لشيء أخذت حكمها لابد من حسمها، إغلاق الباب، إغلاق الباب. اللهم اغفر لنا، لأننا نفتح على أيدينا أو على أنفسنا الوسائل التي تصل بنا إلى المعاصي، فيغفر الله لنا، يغفر الله لنا. فهنا حسم المادة وسد الذريعة أصل من أصول الدين، أصل من أصول الدين. فالتعليق الأصل لا يجوز، والملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة، لكن هنا ينظر في هذا الباب، هذا التعليق لصور كرتونية ليست بشرية، يعني ليست في الحقيقة. أنا أقول هذه ليس فيها شيء، وإن كان الأفضل والأحسن للمادة ألا تفعله. طب وليما من تقولت أنها هذه ليست صور بشرية وهذه ليست صور حقيقية، يعني ليست صور، قلت هي صورة أول شيء. والأمر الثاني قد تكون وسيلة إلى أن البنت الصغيرة اللي شافت الكرتون هذا اللعبة الكرتونية المصورة قد تقول طب ما أنا صورة أمي أفضل، فتعلق صورة أمها صورة أبيها، فتدخل في المحظور، تدخل في المحظور، ولي والذي يدخل في المحظور، لأن تعليق الصور لا يجوز. نعم. حازم هو بيقول صورة البيع، معرض سيارات له صورتان في البيع، زيد أتى بسيارتي لمعرض السيارات، قال أنا أريد أبيع هذه السيارة، قال أنا أعرضها عندي في المعرض، وإذا جاء مشتري أنا لي سمسارة معلومة، أنا الآن بعرضها لك على أني سمسار، يعني أدلل لك عليها، دلال يعني. فإذا جاء من يشتريها هو الأخ بيقول أن الاتفاق الكلي سيكون مع صاحب السيارة، إذا اشتراها منه كاش نقدا أو اشتراها منه منجمة تقسيطا يصح ذلك، وهذا الوكيل له سمسرة معلومة تجوز، هذه المعاملة تجوز بشرط أن تكون السمسرة معلومة، لأن ابن عباس قال في السمسرة قال جائزة إن كانت معلومة، ولأن الأصل العام في البيوع أن النبي نهى عن الغرر. ما الغرر؟ شو الغرر؟ الغرر هو الجهالة، جهالة ثمن أو جهالة كم أو جهالة عين، فهذه أو جهالة أجل في التقسيط، فكل جهالة وصلت إلى الغرر تعمل النزاع بين المسلمين. جاء الشرع بحسمها، الشرع يريد التآلف بين القلوب لا النزاعات. نعم. فهنا نقول هذه الصورة صحيحة. طب الصورة الثانية، حازم الأستاذ حازم يقول الصورة الثانية هو أن المعرض هو الذي سيبيع له، نقول هنا شرطان، إذا كان المعرض هو الذي سيبيع لك هذه السيارة وهذه السيارة لزيد، لابد المعرض أن يشتريها من زيد، يتملكها بالإجابة والقبول، حتى لو أخر العطاء في المال ما فيها شيء، المهم أنه يحصل إجابة، بعته اشتريته إجابة وقبول، وينقلها إلى مكاني إلى معرضي، وتذهب أنت تتأكد أنه تملك السيارة وتذهب تشتريها منه ولو تقسيطا بزيادة، هذه الصورة أيضا جائزة ليس فيها ثمة شيء. أما أن يبيع عليك على أنه المالك ولم يشتري منه
ويقول لك تدفع لي ويدفع له سيدفع له، هذا قرض جر نفع مقنع، هذا تحايل على الربا، وقد لأنه هنا دخل المعرض ممولا لا مالكا يدخل في الغنم والغرم، لأنه لما دخل ممولا لو حدث خدش في السيارة مين يضمنها؟ صاحب السيارة ليس هو، يبقى هنا دخل في محظورين، باع ما لم يملك وربح ما لم يضمن، دخل ممول كالبنوك بتدخل في هذا ممولا، البنوك الإسلامية أقصد، لأنها بتعمل مرابحة بتعمل كده كأنها بتدفع المال فقط لا تملك ولا تتملك ولا تملك، ممول في المال، يبقى صورته ايه؟ صورته الحقيقية هي قرض جر نفع. والإجماع سمعت بعض الجهل يقول هذا ليس فيه إجماع، الإجماع انعقد، وارجع إلى ابن المنذر، رجع ابن عبد البر، نقلوا الإجماع على هذا الحديث الضعيف بقاعدة كلية، كل قرض جر نفعا فهو ربا كربا الجاهلية، هو ربا الجاهلية، وكذلك التراضي لا يحل الحلال، يقول لو تراضوا الامر منتهي، ما في تراضي، طب لو اتفق، لو اتفق زيد مع عمرو على سرقة مال لعبيد وتراضيا على القسمة، التراضي لا يحل لهم القسمة؟ طيب فوق ذلك واستغفر الله عليه، لو اتفق زيد مع هند على الزنا بأجرة معينة، هل التراضي ينقل عقد الإيجار هذا المحرم في هذا الباب إلى الحل؟ التراضي لا يؤثر في الحكم في هذا الباب، كل قرض جر نفعا فهو فيكون هذا من التحايل على الربا ولا يجوز. كده أوفينا الصورة في هذا الباب. الأستاذ أم محمود تقول العشر وفضل العشر، فضل العشر هذه أفضل أيام السنة على الإطلاق، والخلاف في العلماء هل العشر الأواخر من رمضان أفضل أم العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل؟ الصحيح لا خلاف العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل، اللي هي الأيام، لأن فيها يوم هو أفضل أيام السنة وهو يوم عرفة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم صيام عرفة احتسبوا على الله أنه يكفر سنة ماضية وسنة مستقبلة. العشر أيام هذه قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما من عمل أحب إلى الله من العمل في هذه العشر، هذه الأعمال في هذه الأيام أحب ما تكون إلى الله جل وعلا. اللهم إن فاتنا الحج فلا يفوتنا الأجر، وأنت تعلم أننا يهتف قلوبنا إلى الحج، فإن لم يكن فأنت ربنا أنت المتفضل على عبادك، قد يكون المرء على سريره وتعطيه أجر الشهادة، ونثق في ربنا ونتوكل عليه في هذا الباب، فالحج من أفضل الأعمال، والأعمال في هذه الأيام هي أفضل أعمال السنة على الإطلاق، ما من عمل أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد، قال ولا الجهاد في سبيل، قالوا ولا الجهاد، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج الرجل بماله وما يملك ثم يرجع من دون ذلك بشيء. من هذه الأعمال الذكر والتسبيح والصدقات الجود الصيام لأنه عمل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام لا عدل له، وإن كان قد ورد عن عائشة أنها قالت بأنه لم يصم العشر، وأم سلمة أثبتت أنه صام العشر، والمقصود بالعشر التسع يعني، لأن اليوم العاشر يحرم فيه الصوم، هو يوم العيد يحرم فيه الصوم، وهذا على التغليب، هذا على التغليب. فأكثر ما فيه من عمل، أفضل ما فيه من عمل الصوم، الصوم لا عدل له، وأيضا الصدقات، أن القاعدة النفع المتعدي عند الله أكرم وأعظم أجرا من النفع الذاتي، وأيضا الاستغفار والدعاء، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة وارزقنا العمل الصالح ابتغاء وجهك الكريم. السؤال الثاني قالت أختي حامل تصلي وهي قاعدة على الكرسي، لها ذلك ديننا لا تعنت فيه، ديننا دين اليسر، شريعتنا شريعة السماح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتيتكم بالحنيفية السمحة، ديننا دين اليسر، ولذلك أقول القاعدة حيثما كان اليسر والتيسير فسمى شرع الله، قال الله تعالى يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا إنما بعثتم ميسرين، ولذلك قال لما سأل عمران بن حصين كما في الصحيحين سأل النبي عن البواصير وكان متعبا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة صلي قائما فإن لم تستطع التيسير رفع الحرج، إذا ضاق الأمر اتسع قاعدة رفع الحرج، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب ولك الأجر كاملا، فلها أن تصلي قاعدة لا شيء في ذلك. أم كريم تقول هي مطلقة ولها ولد بنت ولد
والخطاب يأتون وهي لا ترضى، هل ده يحل ولا ما يحل؟ أنا أقول لك تخالفين السنة، ما تفعلين تخالفين السنة. والعجب العجاب أن كثير من الأولياء امرأة تحتاج للنكاح لا تعيش خلوا. القلب الرقيق يعني ماذا أقول، خير الناس أنفعه من الناس، ومن لم يهتم بأمر المسلمين ليس منهم، فليس منهم. امرأة مات زوجها، صارت أرملة، لها ما لها من الميل القلبي، وهي تحب أن تزوج وهي تحتاج إلى الزواج. أولياء ويقولون لا، عندنا سلو بلدنا إذا مات الزوج عاشت المرأة للأولاد، وبعدين تقتل نفسها، ثم بعد ذلك ماذا يحدث؟ قد تكون الحيدة والانحراف فتتزوج. هذه السنة. امرأة جاءها الخطاب وترفض، ليش ترفض؟ من أنت؟ أنت خير من أسماء بنت عميس؟ هذه من نوادر النبلاء أن أسماء بنت عميس تزوجت جعفر بن أبي طالب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم شبهت خلقي وخلقي. مات، قتل شهيدا وهو في الجنة، الله تعالى أبدله بيديه بجناحين يطير بهما في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه. تزوجت بعده من هو أفضل منه، أبو بكر الصديق تزوجها، تزوجت أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه الصديق. مات الصديق وأوصى، شوف لوفائها ولمكانتها في الإسلام، أوصى بأن تغسله، غسلته. بعد انتهاء العدة خطبها علي بن أبي طالب فتزوجته. هذه المرأة لا تستطيع أن تعيش خلوا بغير رجل، فإن مات زوجها تتزوج، الحلال والحل أفضل لها. تكون لمن في الآخرة؟ تكون لأحسنهما خلقا، جاءت الأثار بذلك. تكون لآخرهما موتا، جاءت الأثار بذلك، والمسألة فيها تفصيل. لكن الغرض المقصود أنها لو لم تتزوج تركت السنة، خالفت السنة، وهي لا محالة ستحتاج إلى رجل. لكن لو كانت تستطيع ولا أرب لها في الرجال، وهي ضعيفة الطلب للرجال، فلها أن تتفرغ لأولادها وأن تربي أولادها، لكن لعل الله يرزقها بالصالح الذي يستطيع أن يعينها على تربية الأولاد. كيف تقول؟ أنا عندي أسئلة كثيرة جدا، دقيقتان. أخشى أن يكون هذا من الظلم البين، أعطيني مساحة بالله عليك. لا حول ولا قوة إلا بالله. آمة الله تقول كريم، قالت الكريم، أيوة هذه كريم التفتيح الدائم، هي طبعا صدرت الباب بفضيلة الشيخ صالح بن عثيمين. قزم مثلي لا يتكلم أمام فتوى لجبل مثل هذا، ما أستطيع أتكلم، لكن سأتكلم معك بشيء واحد وهو مأخذ الفتوى، ولن أفصل فيها، احتراما وتوقيرا لعالم من أعلام الأمة، بل هو عالم الأمة وفقيهها الذي يتأمل في الدليل فيدرك. كان حنبليا وخرج عن المذهب في أكثر من مسألة للدليل، وكان ينهى الناس أن يسألوا عن ماذا، يقول اسأل عن الدليل، عن السنة أفضل لك، رضي الله عنه، وجعله في معالي الجنات وفي أعالي الجنات رضي الله عنه. فأدبا من قزم مثلي لا يتكلم في فتوى لجبل مثله، لجبل مثله. نسأل الله جل وعلا أن يسكنهم فسيح الجنات، وشيخ ابن باز وشيخ الألباني وعلمائنا الأفاضل الأماجد الذين قد استطالت الألسنة الآن في الكلام على أعراضهم، خاب وخسر من أطال لسانه على عرض هؤلاء، وهم الأماجد الأماثل. وعبد غير موفق غير مسدد من أطلق لسانه في هؤلاء، صغير جدا عندما يتكلم على هؤلاء الجبال. هو بيقول ان كلمة التفتيح ان كان دائما لا يجوز، ان كان مؤقتا يجوز. ما اخذ الفتوى فقط سأقولها ولا اتكلم ادبا مع هؤلاء الجبال. ما اخذ الفتوى في ذلك ان الديمومة فيها تغيير من خلق الله، واما التأقيت ليس فيه تغيير من خلق الله، لان احنا عندنا جاء تغيير اقر به الشرع وتغيير لم يقر به الشرع. التغيير الذي جاء به الشرع تغيير الشيب، هذا مؤقت ليس بدائم. من ذلك التزيين، الزينة في صبغ الشعر أو في العينين بالكح، هذا أيضا الكح لتزيينه الآن، ففيه تغيير مؤقت. أما إذا كان التغيير بتغيير مستديم هو المحرم، لقول النبي المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشرة والمستوشرة، قال المتفلجات للحسن المغيرات. طبعا متفلجات جعلت الفرج هنا في الأسنان، هذا مستديم ليس مؤقتا، لكن الأحمر شفاء، الكح
البودرة التفتيح هذه مؤقتة، حتى التشقير، التشقير ليس مستديما فهو مؤقت، هذا مأخذ الفتوى فقط، أسكت عن ذلك ولا أزيد. ورحم الله شيخنا وشيخ مشايخنا قد درسنا عليه في العمر من 20 سنة كاملة بفضل الله تعالى، والحج كانت مجالسه لا ينقطع عنها الخير والبركة، وهو شيخ مشايخنا أيضا الذين درسونا، فرحمة الله عليه ورحمة الله على علمائنا الأماجد. أما أن هناك إعلانات على الكلمات التي فيها التفتيح الدائم، أنا بينت ما أخذ الفتوى، فإذا إن كان فلا يجوز، لا يجوز، ولابد أن ينصح من يعمل الإعلان هذا أن هذا تغيير لخلق الله، والتغيير لخلق الله يلعن صاحبه، فلا يجوز. رضا بتقول والدتي ترضع، والدتي ترضع وتتعب على شيء لكنها تستطيع الصوم، بقول صومي، إن تستطيع صومي، الصيام في العشر من أفضل الأعمال، الصيام في العشر من أفضل الأعمال. أنا أسرع حتى أفي، فإن لم أستطع أن أفي فسامحوني. أم أحمد تقول أصلي على الأرض لأنها ما تستطيع، متعبة وتصلي، إذا صلت على الأرض ما تستطيع تصلي على الكرسي، لك ذلك، ديننا دين اليسر، دين السماحة، والحديث في الصحيحين صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، أهو على جنب مضطجع، هذا أقوى من الكرسي، فلك أن تصلي على الكرسي وأجرك تام غير منقوص بإذن الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هي تقول تكلمت على الإمام، هذا أحتاج إلى 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 5 حلقات أتكلم فيها. لحوم العلماء مسمومة، وآية الله في منتقصين معلومة، وإن زلوا وإن أخطأوا، وهذا من دأب البشرية، يزل يخطئ يتعدى يتجاوز، ما الفرق بينه وبين الآخرين؟ سرعة الفيئة والتوبة والأوبة، وإذا رجع يرجع، وإذا رجع يرجع. وبلوغ الأعذار، أقيل ذوي الهيئات العسرات، أقيل ذوي الهيئات العسرات، لكن تكلمت في عرض العالم وقلت يكيل بمكيالين، هذا التهم بالنفاق، هذا التهم بالنفاق، أعوذ بالله من الدخول في النوايا. وهنا نرى بعض الطوائف إذا خالفهم أحد على فكرهم، سواء بقى كان ضالا كان حقا، هذا التفصيل فيه يأتي في ضابط الكتاب والسنة، إذا خالفهم قالوا هذا منافق، هذا منافق، ويلغون في أعراض العلماء، وهذه مهلكة والله ليست بعدها مهلكة، ونجاة الأمة لا تكون بمثل هؤلاء أبدا، لأن طوق النجاة الحبل الممدود من السماء والأرض هو حبل العلماء، نجاة الناس في هذا الحبل، أنتم باتهامكم العلماء بالنفاق تقصون هذا الحبل، حبل النجاة تقطعونه، ولكم من الله الويل. لما لأنه يا أخي عند خطأه، عند زلله، عند تحايله، عندما تراه أنت نفاقا أو رياء فنده، بين خطأه بالشرع وانزل عليه نزلة لا رحمة فيها، أما هو فلك جنب نفسك منه حتى لا تكون متسببا بأن يستطيل الناس جميعا في أعراض أمثاله وهيئته، أنت تتسبب بذلك. هذه مسألة عويصة جدا أتعبتني وأحرقت قلبي، ولابد أن أرجئها لمحاضرة أخرى أتكلم فيها. هناك أسئلة أخرى، ما أستطيع، ماذا أفعل؟ الوقت الآن يدهمني، والأخ الكريم الإداري فتح الله عليه وشكر له أعطاني وقتا، فماذا أفعل؟ أنا أعد أن هذه باقي الأسئلة التي معي إن شاء الله تكون في الحلقة القادمة، إن كانت قريبة أو بعيدة، لكن إن شاء الله بإذن الله أجيب عن هذه الأسئلة، وأستغفر على التقصير وأستميحكم عذرا على ذلك. أسأل الله جل في علاه أن يجعل أعمالنا كلها صالحة، وأن يجعلها لوجه خالصة، وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.